كده كده اشتغلت كده الكاميرا اشتغلت؟ لا الكاميرا بس مش شغاله. اشتغلت والصوت تمام تمام. اهلا ورا يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا علي بيه، ازي حضرتك؟ والله الحمد لله سيادتك ورانا. ربنا يخلي حضرتك، ربنا يخلي حضرتك، متشكره جدا. شاكرين لسيادتك جدا جدا جدا. لا يا فندم ازاي بقى، انا سعيده ان ابقى موجوده معاك وعارفه انها متاخره، بس اهو بقى انتوا شايفين الظروف. كانت الظروف كانت صعب، الكوفيد ده عمل عمايل يعني لخبط الدنيا كلها والله. لخبط الدنيا. يلا الحمد لله ان شاء الله يعدي على خير باذن الله. يعدي ان شاء الله، يعدي على خير. الجماعه جاهزين عندنا أمر بيه، سيادتك متواجد وجاهز. أنا جاهز يا فندم تحت النظر. أهلا دكتور عمرو، زي حضرتك. أهلا سيادة الوزيرة، أهلا معي الوزيرة، أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا دكتور عمرو. يعني اسمحي لي حضرتك إن احنا نرحب بيكي، وطبعا الدكتورة سيادة الوزيرة الدكتورة هالة السعيد غنية عن التعريف، وكان لها نشاط جامد جدا على مستوى الدولة كلها من قبل حتى ما تبقى وزيرة بكتير، كان لها إسهامات جامدة جدا في كافة المجالات، وماشي اقتصاد بس ولا حاجة، لا أوسع من الاقتصاد بكتير، واشتغلت في حاجات كتيرة جدا. فأنا مش عايز أضيع وقت كتير الحقيقة في التقديم بتاع الوزيرة هالة، لأنها أشهر النار على العالم وكل الناس عارفها، والحقيقة اللي معروف عن سيادة الوزيرة إنها مش بس بتتعامل على ملفات التخطيط والإدارة، لا معروف للكافة وللخاصة إنه منين ما بيبقى فيه ملف صعب بيجيبوا الوزيرة هالة ويقولها والنبي إيه اتعاملي على الملف ده. وعشان كده أنا عايز أقول لك برضو على حاجة سيادة الوزيرة، أفتدلك عليهم شوية. قالوا لي إنه الوزيرة هالة دي من أشطر الوزراء في الوزارة كلها ومن أشطر الوزراء اللي جم، فالأسئلة اللي هنسألها لها مش هتبقى أسئلة سهلة، هتبقى أسئلة إيه؟ فقالوا لي كده هوت. واحنا عارفين طبعا ان حضرتك يعني قديره جدا، وانا عارف ان حضرتك هتفيدينا النهارده فايده كبيره قوي، وعشان ما اضيعش الوقت وانا استهلك الوقت كله في تقديم سعادتك، فانا بارجو حضرتك نبتدي دلوقتي على طول عشان نخش في الموضوع على طول. اتفضلي يا فندم. تمام. انا هرحب. اتفضل يا فندم. عمرو بيه بعد اذن سيادتك. اتفضل يا فندم. طبعا حضرتك استاذنا. ما أقدرش للدكتورة هالة تكون هي موجودة في جمعية رجال أعمال وما أرحبش بيها. دكتورة هالة السعيد من أصدقاء جمعية رجال الأعمال، يعني ودي وغير العلاقات الأخرى. طبعا الدكتورة هالة السعيد سيادتك بتقول طبعا هي معروفة، بس برضو لازم إن احنا يعني ندي الأمور حقها شوية. احنا بنقول ان الدكتوره هالة السعيد تعينت وزير التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري في 16 فبراير 2017، ودي تاريخ موجود، وعشان كده بقول انها صديقه الجمعيه، لانها في ابريل 2017 جت للجمعيه في مؤتمر كبير اسمه مؤتمر البريكا، كان معمول جمعية رجال الأعمال عاملاه لمؤتمر البريكا اللي هو منظمات الطريق الحرير الصيني، وكان فيه حوالي 500 رجل أعمال منهم 200 رجل أعمال من 12 دولة حول العالم. والدكتورة هالة أنقذت جمعية رجال الأعمال، وده تاريخ، لأن كان فخامة الرئيس سافر في هذا الوقت إلى ألمانيا وأخذ وزير التجارة، وزير التجارة اللي هو كان راعي المؤتمر. صحيح. تكلمنا مع الدكتورة هالة وجت وأنقذت جمعية رجال الأعمال وأنقذت المؤتمر. فدي يعني حتة لازم إن احنا نبرزها للدكتورة هالة. الدكتورة هالة بعد ما تعينت وزير التخطيط والمتابعة وإصلاح إداري تولت حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في التسمية الجديدة في 22 ديسمبر 2019، وهي ما زالت مستمرة في تولي بعض الملفات الخاصة، ده
لعملية الإصلاح الإداري والمؤسسي، وأهم حاجة هي المشرفة على صياغة وتنفيذ رؤية مصر 2030 وتحديثها. هي الدكتورة هالة هي المسؤولة عن هذا الملف، وبرضو يقودنا هذا إن إحنا في جمعية رجال الأعمال الدكتورة هالة اهتمت بالتعاون مع الجمعية والوزارة، كان في تيم من الوزارة والجمعية عملوا لقاءات كثيرة في هذه الرؤية وعملوا لقاءات كثيرة فيها. الدكتورة هالة حصلت على الدكتوراه في الاقتصاد سنة 1989 من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وكانت أول عميدة منتخبة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في عام 2011 يعني، وأصبحت نائب رئيس جامعة القاهرة للبحث العلمي والعلاقات الخارجية من سبتمبر 2013 وحتى 2016. كون أنها شخصية اقتصادية لا يمنع أنها تعد إحدى الشخصيات المصرفية النسائية الناجحة يعني، من خلال عضويتها في مجلس إدارة البنك المركزي، بعدين مستشار لمحافظ البنك المركزي المصري، ومدير تنفيذي للمعهد المصرفي المصري 8 سنوات متتالية، حيث أدارته برؤية واعدة لإنشاء زراعة تدريبي محترف في الجهاز المصرفي، وليصبح أول مركز معهد تدريب مصرفي ومالي معتمد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ده تم في 2006-2008، وبعدين هي عضو بمجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي، عضو بمجلس إدارة البنك العربي الأفريقي كان قبل كده يعني، كشخصية نسائية اقتصادية هي من الشخصيات البارزة في مصر. احنا بيسعدنا ان الدكتورة هالة السعيد تكون معانا في جمعية رجال الأعمال، وزي ما قال الدكتور عمرو في الأول سيادتك ماسكة ملفات صعبة وشائكة، وبناء على التقديم بتاع سيادتك أنا أظن أن الأسئلة حتكون أسئلة محتاجة يعني لتحريك المياه الراكدة في جميع المجالات. شكرا يا دكتورة هالة، وتفضل. من غير التقديم بتاعك ده ما كانش العملية تبقى جميلة يا علي دي. تقديم جميل الحقيقة، بسم الله ما شاء الله، وفعلا دكتورة هالة حاجة تفرح وتشرف. الواحد بيبقى متشرف وهو بيقدم الدكتورة هالة في أي مجال أو في أي مكان، من وزيرة بالمنظر ده في أي مكان تشرف، والله والله العظيم تشرف. تفضل يا فندم. شكرا شكرا علي بيه، وشكرا دكتور عمرو، وسعيدة جدا ان انا موجودة مع حضراتكم. ويعني جمعية المصرية رجال اعمال جمعية عريقة، والحقيقة احنا يعني بنفخر بيها ولها تاريخ طويل، وانا يعني سعدت بان انا اول ما حضرتك اتصلت بيا وقت المؤتمر في 2017 سعدت ان انا يعني جت هذه الفرصة عشان ابقى موجودة، وده كان يمكن اول لقاء عام ليا ايضا بعد تولية الوزارة. طيب احنا النهارده بنتكلم يعني، خليني كده يعني انا طبعا بحب النقاش وبحب الاسئله اكتر ما هو عرضه، ولكن خلينا نعمل كده خلفيه ويعني نمشي مع بعض كده في الوضع الاقتصادي العالمي شكله ايه، انعكاسه على مصر شكله ايه، ثم احنا بنعمل ايه في مصر الفتره دي. فلما نيجي نشوف الازمه الماليه، انا هعرض كده هاجي حكوا شويه ارقام بعد العرض كده البسيط، نحط فيه شويه ارقام نشوفها مع بعض. احنا النهارده الاقتصاد المصري شكله ايه في اطار ازمه كوفيد 19. فبنشوف النهارده انه الأزمة دي أثرت إزاي على الاقتصاد العالمي. بنلاقي أنه إحنا الحقيقة وحركوا شايفين يعني، أنا بكلم مجتمع الأعمال، دي أزمة غير مسبوقة، أزمة غير مسبوقة العالم كله ما شافهاش، ولا لما بقارنها بأزمة 2008، لا تقارن لما بقارنها حتى بأزمة الكساد الكبير
هتتعدى وتتخطى كل هذه الأزمات. وده كل يعني آراء المؤسسات الدولية، سواء صندوق النقد الدولي، منتدى الاقتصادي العالمي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كله بيتوقع إنه يعني هذه الأزمة هتبقى من أسوأ الأزمات الاقتصادية وهتؤدي إلى حالة من الركود الشديد على مستوى العالم. طيب احنا بنتكلم النهارده، طيب التوقعات النمو العالمي ايه؟ يعني كل المؤسسات ايضا تتوقع حاله انخفاض وتاثير سلبي على النمو. واخر حاجه يمكن في 11 يوليو يوم من يومين يوم الجمعه الماضيه، كريستالينا الرئيس التنفيذي صندوق النقد الدولي قالت ان احنا بنتكلم على متوسطات تصل إلى سالب 5% على مستوى معدلات النمو الاقتصادي العالمي. ولكن في وسط هذه التوقعات لمعدلات نمو سالبة، أيضا هذه المؤسسات نفسها تتوقع أن يظل الاقتصاد المصري هو الوحيد الذي أو من ضمن قلة من المؤسسات اللي هتحقق معدلات نمو موجبة وهتقدر أنها تحافظ على هذه المعدلات. نتوقع ايه؟ بيتوقعوا انه البنك الدولي يتوقع ان احنا هنحقق 3%، الصندوق النقد الدولي بيتوقع ان احنا هنحقق في حدود 2%، الاي بي ار دي بيتوقع ان احنا هنحقق 0.5%، كلها توقعات مختلفه لمؤشرات الاقتصاد المصري. وخليني اقول لحضراتكم بمنتهى الامانه، احنا بنقدر عشان نبقى بنقول كلام علمي، احنا بنقدر نحسب توقعات في ظل ظروف كده من عدم اليقين وفي ظل ظروف من الضبابية للمستقبل. التوقعات العلمية بتبقى في حدود من 3-6 اشهر باستمرار، لكن طول ما انا بتعايش مع ازمة بيبقى صعب ان انا اقول انا هأحقق ارقام قد ايه بالظبط على المدى المتوسط والطويل. يعني احنا النهاردة كنا متوقعين في الاول حاطين 3 سيناريوهات. السيناريو الاولاني ان الازمة تنتهي في يونيو، السيناريو الثاني ان الازمه هتنتهي في سبتمبر، والسيناريو الأسوأ ان الازمه هتنتهي في ديسمبر. حقيقه كل الكلام ده اتغير وبقينا بنتكلم على سيناريو مختلف تماما، وهو ان احنا بنتعايش مع ازمه، بنتعايش مع حاله صحيه هتستمر معانا، وبالتالي التاثير هذه الازمه على مناحي الاقتصاد هيستمر معنا، وهيبقى في قدر من التذبذبات تتأثر على الحالة الصحية ودرجة تأثير الحالة الصحية على قطاعات معينة وعلى توقف بعض الأنشطة المعينة. فإحنا بنتكلم عن سيناريو رابع مختلف تماماً عن السيناريوهات اللي إحنا كنا بنحسبها في مارس وإبريل من هذا العام. طيب إحنا وفقاً لتوقعاتنا، إحنا بنتوقع إنه الاقتصاد المصري هينهي هذا العام في حدود 3.7 أو 3.8%، يعني تزيد 0.2 أو 0.3 أو تنقص 0.2 أو 0.3. ده الرقم اللي أنا أقدر أحسبه بقدر علمي واقعي، لأن أنا عندي أرقام للربع الأول، عندي أرقام للربع الثاني، عندي أرقام فعلية تحققت في الربع الثالث، وعندي توقع بناء على القطاعات التي توقفت بشكل كلي أو بشكل جزئي للربع الرابع، فقدر أحط تقدير علمي واقعي أنا هبقى كام في الربع في الربع الرابع وبالتالي بنهاية العام. الحقيقة كمان إحنا حسبنا تدخلات الدولة المصرية من سياسات تحفيزية، سواء كانت سياسات مالية أو سياسات نقدية، وقلنا إنه بهذه السياسات أنا هصل إلى هذا المعدل. لو كنت أنا وقفت أتفرج بدون تدخل الحكومة كنت مش هقدر أتعدى 2%، 1.9 أو 2%. ولكن الستيمولس باكج اللي الحكومة المصرية حطتها سواء في السياسات المالية أو تأثير مضاعف التسهيلات اللي عملها البنك المركزي، كل ده له مضاعف على معدلات النمو وعلى القطاعات. فاحنا بنتكلم النهارده زي ما قلت لحضراتكم 3.7 و 3.8% بلس 0.2 اور ماينس 0.2. طبعا لما قارن ده بالاقتصاديات الاخرى بلاقي طبعا انه وضع الاقتصاد
الاقتصادات المتقدمة أو الاقتصادات الناشئة بنلاقي اللي احنا يعني في وضع أفضل بكثير. طيب ايه اللي خلى الاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو موجبة؟ ايه العوامل الصمود بتاع الاقتصاد المصري؟ عندنا مجموعة من المؤشرات زي ما كنت بقول لحضراتكم، احنا النهاردة محققين لغاية ديسمبر 5.6%. مش بس كده، احنا الربع الثالث اول شهرين منه اللي هما شهر يناير وفبراير، احنا لو قارناهم بيناير وفبراير من عام الماضي بنحقق 5.9%. فمارس لو كان استمر بنفس الترند يناير وفبراير كنا هننهي الربع الثالث ب 5.9%. ولكن طبعا يعني قدر الله ما شاء ان احنا بدأنا من 7-8 مارس قطاع السياحة يتوقف، قطاع الطيران يتوقف إلى آخره، فطبعا عمل انخفاض، فإحنا الربع الثالث محققين 5%. معدلات البطالة النص الأول من العام بنتكلم على 8%، متوسط معدلات التضخم حتى الآن إحنا بنتكلم على 5%. الربع الأولاني من العام الحالي حصل انخفاض في عجز الميزان التجاري غير البترولي 24%، وحصل ارتفاع في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لغاية ديسمبر 20%، وكان حادث ارتفاع في تحويات المصريين العاملين في الخارج 13%، طبعا بالإضافة إلى أن كان الاحتياطي حتى مارس بيغطي 8.5 واردات. دي كانت عوامل مهمة جدا بتقول أن أنا قادرة، عندي حيز مالي وعندي مساحة أنا أقدر أغطي فيها احتياطي الدولة من السلع الاستراتيجية، عندي مساحة أقدر أن أنا أأجل فيها أقساط، عندي مساحة أن أنا أقدر أتحرك فيها لمساندة القطاعات المتضررة. الحاجة الثانية أن أنا الاقتصاد المصري عندي متنوع. الاقتصاد المصري زي ما حضراتكم عارفين، وأنا بكلم هنا يعني المتخصصين، أنا بعتمد على قطاعات كثيرة في أنها تحقق النمو. أنا مانيش دولة بعتمد على قطاع السياحة فقط ولا على قطاع البترول فقط، لا، ده أنا دولة اقتصادي متنوع. قد يكون هناك الحاجة إلى مزيد من إعادة هيكلة القطاعات، بحيث أن أنا بتكلم أكتر على قطاعات إنتاجية، وده الجزء الثاني من الحديث اللي إحنا هنتكلمه اللي هو عملية الإصلاح الهيكلي، وزينا شغالين النهاردة في برنامج إصلاح هيكلي لدفع عجلة الإنتاج ول يعني تقليل الفجوات اللي موجودة في القطاعات، عشان نخلي قطاع الإنتاجي المصري أو القطاع الاقتصادي المصري بيتحول أكتر نحو القطاعات الإنتاجية، وده طبعاً إحنا شغالين فيه. ولكن إحنا قطاع متنوع، وبالتالي عندي نمو في كل القطاعات الاقتصاد المصري وكلها بتنمو بشكل جيد. طب إحنا عملنا إيه عشان من أول الأزمة ما ظهرت؟ أخذنا مجموعة من الإجراءات لمواجهة أزمة كورونا، والحقيقة كل الإجراءات كلها إجراءات كانت استباقية، وكانت أهم حاجة إن إحنا التوازن اللي تم بين إن إحنا نحافظ على ندي الصحة أولوية، وصحة المواطن هي الأولوية القصوى، وفي نفس الوقت أنا ما وقفتش عجلة الإنتاج، وقدرنا إن إحنا نستمر في عجلة الإنتاج الاقتصادي. احنا نحب ان حضراتكم تدخلوا على البوليسي تراكر عشان ما ضيعش وقت فيه. وزارة التخطيط عملت بوليسي تراكر، هذا البوليسي تراكر فيه كل الاجراءات اللي الدولة اخذتها، مقسم الى اجمالي الاجراءات، الجهات المسؤولة عنه بالتاريخ موجود، القطاعات اللي تضررت. الإجراءات دي بتشمل كافة أطراف المجتمع. لو أنا بتكلم على العمالة غير منتظمة، حضرتك لما تدوس عليها تعرف إيه اللي تم فيها، لأصحاب المعاشات إيه اللي تم، للمرأة المصرية، للمشاريع الصغيرة متوسطة، للعالقين بالخارج، كل الكلام ده موجود على البوليسي تراكر، وهو دايناميك وبيتم تحديثه بشكل مستمر. الحاجة الثانية إنه أهم حاجة عندنا إن إحنا كنا نشوف إزاي إن إحنا بنساند قطاعات معينة، قطاعات الاقتصاد القومي اللي تضررت، بساند
العمالة المصرية، وإن أنا النهاردة بقلل عملية إن القطاعات تعمل لي أوف للعمالة، وفي نفس الوقت بساعد الأسرة المصرية عشان نقدر إن إحنا النهاردة يبقى بقلل من التداعيات بتاعت هذه الأزمة على الأسر المصرية وعلى المواطن المصري. طبعاً إحنا كنا مدركين جداً إن في قطاعات وفي أنشطة بتتضرر أكتر من غيرها، وعندي الحقيقة القطاع العمالة وسوق العمل في مصر بيعاني من حجم كبير من العمالة الغير منتظمة. طبعاً جزء كبير منهم تضرروا نتيجة توقف حركة السياحة، نتيجة انعكاس بقى كل القطاعات النهاردة السلو داون اللي حصل في كل القطاعات الاقتصاد القومي. فعندي العمالة التي تعمل بمفردها، قطاع تجارة الجملة والتجزئة اتأثر، في جزء كبير من قطاع الصناعة اتأثر، طبعا كل القطاعات المرتبطة بقطاع السياحة مطاعم وفنادق كل الكلام ده اتأثر. وفي نفس الوقت أيضا كنا حريصين جدا على العمالة الغير منتظمة عشان نشملهم في دعم هذه العمالة، ويمكن لأول مرة بيبقى عندنا النهاردة شغالين على خطة واستراتيجية وطنية لدعم العمالة الغير منتظمة. حقيقة كان لما لقينا موضوع العمالة وبذات الناس اللي بتعمل بمفردها اللي بيعمل لحسابه الخاص وعددهم كبير، ومن آخر تقدير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أصدروا في شهر فبراير الماضي الإيكونوميك سنسس اللي طلعوا، فكان في لجنة السيد رئيس مجلس الوزراء شكلها عشان نبتدي، يعني أنا شرفت أن أنا مقرر هذه اللجنة، نبتدي نجمع الشكاوى المتقدمة لكل المؤسسات اللي في مصر، الشكاوى اللي تتقدم إلى وزارة القوى العاملة، الشكاوى اللي تقدمت إلى المجلس القومي للمرأة، بيت الزكاة والصدقات المصري، مركز معلومات مجلس الوزراء. جمعنا كل هذه قاعدة البيانات للعمالة، في عندي 4.4 مليون عامل عشان نشوف دول محتاجين فعلا دعم ومنحة مساندة مؤقتة لمدة 3 أشهر ولا لا. فكانت الحقيقة برضو فرصة إن أنا يبقى عندي قاعدة بيانات تفصيلية عن العمالة غير منتظمة، ويمكن إحنا الفترة اللي فاتت استثمرنا في منظومة تكامل قواعد البيانات. هذه المنظومة وتكامل قواعد البيانات دي في منظومة متكاملة بتجمع كل قواعد البيانات الموجودة في الدولة، قواعد البيانات اللي بيحصلوا على بطاقات، اللي بيدفعوا كهرباء، اللي بياخدوا بطاقات تموينية، اللي بياخدوا بطاقات عيش، كل قواعد البيانات دي النهاردة موجودة في هيئة الرقابة الإدارية، بيحصل ربط، حصل ربط بينهم كلهم. فلما بروح النهاردة أودي معلومات عن أي شخص ببقى عارفة عنه بيانات كثيرة، منها عدد أفراد أسرته، متوسط الدخل بتاعه، ممتلكاته إيه، فبقدر أقول أعمل تنقية عشان أشوف المستحقين. فتم تنقية المتقدمين من 4.4 مليون لحوالي 2.6 مليون عامل، وتم دعم هؤلاء العمالة في ان احنا نقدم لهم منحة لمدة دلوقتي اخدوا شهرين، الشهر الثالث ان شاء الله ياخدوه اخر الشهر. والحقيقة ايضا كان هناك هدف ان احنا برضو يكون هناك حالة مجتمعية بحيث يبقى فيه مشاركة من المجتمع المدني، البنوك ساهمت في دعم العمالة، وزارة المالية، القطاع الخاص، صندوق تحيا مصر، كل ده شارك في ان هو يقدم دعم. حتى احنا عاملين رقم حساب 2030 ببنك مصر بحيث اللي يحب يتبرع برسالة عشان بتروح المنحة للعمالة الغير منتظمة. ايضا مع وزيرة الهجرة عملنا استمارة، لان في بدأت الدول الخليجية تأثرت، ففي بدأت العمالة تأتي من الخارج، حقيقة لسه مش كتير، ولكن برضو حبينا ان احنا يبقى عندنا تفاصيل عن هذه العمالة. هي اغلبها عمالة يعني بلو كولر، ولكن ابقى عارفة تفاصيل عنهم، عارفة توزيعهم على مستوى المحافظات عشان لما نشتغل في المشروعات زي public works اشغال عامة ابقى انا عارفة على الاقل تقسيمهم ايه وموجودين فين في اي محافظة. فالنهاردة عندنا قاعدة بيانات كاملة عن العمالة الغير منتظمة، العمالة
العمالة العائدة من الخارج، وبنشتغل النهاردة على استراتيجية متكاملة عشان تأهيل وتشغيل العمالة دي، سواء كان في المشروعات القومية، في المشروعات الأشغال العامة، أو برامج تدريبية، أو مع جهاز المشروعات الصغيرة، أو مع الجمعيات الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر. الحاجة الثانية اللي احنا ايضا ضعفنا، احنا بنتكلم على حجم من الاستثمارات الدولة، احنا عارفين طبعا انه الدول في الفترات الازمات بتدخل بتضخ مزيد من الاستثمارات، فاحنا ايضا مزودين حجم الاستثمارات السنة دي اكتر من كل سنة، ولكن احنا زودنا الاستثمارات بشكل اساسي في مبادرة السيد الرئيس اللي اسمها حياة كريمة، وهذه المبادرة بتستهدف القرى الاكثر احتياجا، ولكن احنا بندخل المبادرة دي بيشترك فيها ثلاث وزارات، احنا كوزارة التخطيط، وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التنمية المحلية مسؤولة عن التنفيذ ومتابعة تنفيذ المشروعات. احنا بنحدد المشروعات، والحقيقة الهدف ان احنا بندخل القرى بننتهي من القرية بالكامل، يعني مش بخش عمل مشروع أو اتنين، لا ندخل القرية ننتهي بقى من صرف صحي، من مدارس، من وحدات صحية، كل الكلام ده بينتهي، بالإضافة إلى أن احنا بننسق عشان نخلق فرص عمل أيضا. فحكوا عارفين موضوع المشروعات الصغيرة، جهاز المشروعات الصغيرة بيشتغل، الجمعيات الأهلية بتشتغل، جمعيات شركات خاصة بتشتغل، فاحنا بنحاول ننسق ما بينهم بحيث ان احنا نعمل تارجتنج للمشروعات وفقا لرؤية المنطقة او ايه الميزة التنافسية الموجودة في المنطقة. فاحنا خلصنا تقريبا 134 قرية، السنة الجاية احنا بنستهدف ان احنا ننتهي 275 قرية، في رغم الظروف الكوفيد، إلا أن احنا استهدفنا خلصنا تقريباً 70% من اللي كان مستهدف للعام الماضي، وناقص 30% بحيث أن تبقى القرى انتهت بالكامل. عندنا طبعاً أيضاً قطاعات قادرة على أن هي تتكيف، احنا زي ما بقول لحضراتكم احنا زودنا الاستثمارات العامة 70% العام القادم، وده يمكن قدر أيضا من التوازن، يعني يحسب للدولة المصرية في الوقت اللي احنا العالم بيتكلم فيه على مجموعة من الإجراءات التقشفية. احنا الحقيقة أخذنا اتجاه توسعي في زيادة الاستثمارات الحكومية اللي بتؤثر بشكل أساسي على تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، سواء كان في زيادة الاستثمارات الموجهة إلى الصرف الصحي، إلى الطرق، بالذات الطرق اللي بين المحافظات والطرق اللي جوه القرى، مشروعات الخاصة بالتعليم، احنا 100% الاستثمارات اللي راحة لقطاع التعليم، 300% الاستثمارات اللي راحة لقطاع الاتصالات، فكل ده عشان يبقى بحسن جودة الحياة للمواطن. فالاستثمارات البنية المعلوماتية والرقمية 300% العام القادم، لأول مرة بنزود ده، وده طبعا لتهيئة البنية المعلوماتية، ويمكن حضراتكم شفتوا احنا الثلاث سنين اللي فاتوا بس صرفين 50 مليار جنيه في البنية المعلوماتية عشان أقدر أن أنا أوفر بنية معلوماتية للمدارس، ويمكن ده جابت أثارها النهاردة في عملية التعليم في الأزمة دي، أثبتت عملية التعليم والتعلم عن بعد أهمية الاستثمار في البنية التحتية، ويعني جابت نتائجها في هذه الفترة. أيضا كل الاجتماعات اللي احنا بنعملها وبعملها مع حضراتكم النهاردة من خلال الفيديو كونفرنس والفيرتشوال ميتينجز، دي كلها من الأمور اللي هامة جدا. القطاع الزراعي والري ايضا احنا يعني الغذاء، دي كلها قطاعات لها اولويه والحقيقه ولها قدره على التكيف، يعني قطاع الاتصالات ما تاثرش بالكوفيد سلبا، بل بالعكس هو اتاثر ايجابا. قطاع الزراعه والري العالم كله النهارده بيتكلم على اهميه الغذاء واهميه تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وطبعا ده هذا القطاع له اولويه، وقطاع الري ايضا الحفاظ على حصتنا المائيه، وبالاضافه الى المشروعات الخاصه بالبابليك ووركس زي تبطين الترع وتنبيش الترع، احنا ايضا مدينها حجم كبير من الاهتمام. توطين الصناعة، وإحنا النهاردة بنتكلم في 8.5 مليار جنيه موجهين إلى المجمعات الصناعية، بالإضافة إلى إن احنا داخلين في مجموعة مشروعات خاصة بالتصنيع وتوطين الصناعات
الدوائية وتوطين صناعات الخاصة بعربات السكك الحديد ومكونات السكك الحديد ومكونات عربات القطارات. ودي فرصة يمكن ان احنا نحول سلاسل التوريد النهاردة اللي العالم كله بيتكلم انها تتحول من الدول الاسيوية، ويمكن امريكا بتتكلم ان هي عايزة تنقل سلاسل التوريد بتاعتها الى اماكن اخرى. مصر مفروض ان هي تبقى مؤهلة، واعتقد ان حضراتكم هيبقى دور كبير جدا في هذا المجال. قطاع التشييد والبناء هيظل دايما في بلد فيها 100 مليون، هيظل دايما هذا القطاع هو قطاع مشغل لفرص العمل، ولكن طبعا احنا يهمنا انه هيكل توزيع العمالة ينتقل اكتر الى قطاع الصناعة وإلى قطاع البنية المعلوماتية، على أساس إن إحنا باستمرار بنتكلم على وجود more decent jobs. فdecent jobs ده بتحتاج إن أنا أتجه أكتر إلى قطاع توطين الصناعة وقطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات. أهم حاجة إن إحنا في كل القطاعات بتاعتنا إحنا مركزين بشكل كبير جدا على الجرين إيكونومي وعلى أهمية الاقتصاد الأخضر، ويمكن الأزمة وضحت أكتر، إحنا طبعاً كنا مدركين هذا، ولكن وضحت أكتر أهمية الحفاظ على البيئة، أهمية أن يكون هناك مفاهيم استدامة البيئة وتقليل الانبعاثات. وأنا وزميلتي السيدة وزيرة البيئة بنحط المعايير الخاصة بالاقتصاد الأخضر عشان نؤكد عليها مع كل المشروعات اللي الدولة بتطرحها، سواء تبقى مشروعات عامة أو خاصة. أيضا هيبقى فيه مجموعة من البرامج التدريبية عشان خاطر كل مؤسسات الدولة تبقى فاهمة وهي بتحط الجايدلاينز بتاعة المشروعات الخاصة بالاستدامة. إحنا النهاردة كنا لغاية الخطة العام الماضي عندنا 15% من مشروعاتنا خضراء، وبيسكلي بتنحصر في قطاعات الطاقة الجديدة المتجددة وبعض المدن الجديدة. احنا مستهدفين هذا العام ان احنا ننتهي ب 30%، وحاطين خطة ان احنا في خلال 3 سنوات نصل الى 100%. الصندوق مصر السيادي احد الاليات الهامة اللي احنا بنعتمد عليها في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. القطاع الخاص هو قطاع رائد في التنمية، وإحنا يعني الدولة المصرية حريصة جدا على مزيد من مشاركة القطاع الخاص. ويمكن أحد الآليات الهامة اللي إحنا أنشأناها الفترة الماضية هو إنشاء صندوق مصر السيادي اللي أنا بأشرف إن أنا رئيس مجلس إدارته، وده يعني مجلس الإدارة فيه كله من الكوادر المستقلة من القطاع الخاص، وده بيسعى من خلال إن هو يشوف توجهات الدولة، أيضا بيشوف أولويات الدولة، وبنعمل على إن هو يكون عندي شراكات سواء كانت شراكات محلية أو شراكات دولية. وإذا علي بي يعني سمح لنا إنه ممكن جلسة السيد المدير التنفيذي للصندوق يعرض كل المشروعات اللي عندنا عشان نشوف حضراتكم تبقوا يعني بتشتركوا فيها معنا، أو نشوف رؤاكم في كل المشروعات اللي احنا بنشتغل عليها. طبعا شكرا يا فندم. الصندوق اختصاصاته زي ما قلت لحضراتكم ان هو بيتكلم على مزيد من مشاركة القطاع الخاص، بيتكلم على استغلال افضل لأصول الدولة، هي عملية مونتايزيشن للأسيتس اللي عندي، سواء كانت هذه الأصول أصول غير مستغلة أو أصول مستغلة، ولكن استغلالها استغلال غير كف. بنقوم على الشراكة مع القطاع الخاص، وهدفنا هو تعظيم العائد من هذه الأصول، وفي نفس الوقت الحفاظ على أصول مصر وتعظيم قيمتها للأجيال القادمة. عندنا 4 صناديق فرعية تم إنشائهم في المجلس الأخير، وهم يعني بيتماشوا مع أهداف الدولة. عندنا صندوق خاص بالمرافق والبنية الأساسية، عندنا صندوق خاص بالخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وده اللي احنا داخلين فيه في شراكة استراتيجية لإنشاء المخازن الاستراتيجية للأدوية على مستوى الدولة المصرية. عندي صندوق متخصص في الخدمات المالية والتحول الرقمي، والصندوق الآخر خاص بتطوير المناطق الأثرية والسياحية. المناطق الأثرية أغلبها مناطق يعني ما بناخدهاش إلا بحق انتفاع، ولكن إحنا برضو بنبص على بعض هذه المناطق الأثرية اللي احنا نقدر ان احنا نعظم، بيدخل معنا مستثمر يعظم العائد منها، وبيتظل طبعا هذه المناطق
منطقة يعني ملك للدولة، ولكن هو بياخدها كحق انتفاع بتبقى متاحة للجمهور بشكل أفضل. كلنا بنسافر برا وبنشوف كل المناطق الأثرية إزاي إن هي مفتوحة، المتاحف والمعارض ومفتوحة للجمهور بيستخدمها وبيستغلها بيتمتع بيها. وإحنا حاليا شغالين في منطقة باب العزب، وهي أحد المناطق الأثرية المصرية خلف قلعة صلاح الدين، عشان نتاحها بشكل بتحقق فيه يعني منطقة تبقى منطقة حضارية ثقافية تراثية. الحاجة الثانية إنه طبعا غير القرارات اللي حضراتكم عارفينها كلها الخاصة بتأجيل المستحقات السيادية، القرارات الخاصة زي تأجيل الضرائب، النهاردة السيد الرئيس صدق على إعفاء ضريبة العطشان، تأجيل ضريبة العطشان الزراعية، طبعا السياسة النقدية والخطوات اللي اتعملت، مش هأكرر هذه الإجراءات، ولكن إحنا باستمرار بنطور الإجراءات والسياسات اللي الدولة تأخذها لدعم القطاع الخاص ولدعم مؤسسات الدولة وللحفاظ على العمالة والحفاظ على المواطنين. دي كلها قرارات ديناميكية بنطورها باستمرار، فما هيش أول قرارات ولا هي آخر قرارات، ولكن هيبقى باستمرار في قرارات مختلفة بتتم بشكل يحافظ على مؤسسات الدولة، يحافظ على العمالة، وفي نفس الوقت نقلل من العبء هذه الأزمة على المواطن المصري، مما لا شك فيه الناس كلها بتتأثر. يعني دي أزمة غير مسبوقة بتغير في شكل كبير جدا، يعني لأول مرة أزمة تضرب جانب العرض والطلب في نفس الوقت، لأول مرة أزمة بتنتقل من قطاع إلى كل قطاعات الدولة، فهي أزمة غير مسبوقة بشكل كبير جدا. وبالتالي حالة عدم اليقين دي بتعمل حالة عدم ثقة للمنتج، حالة عدم ثقة للمستهلك، فيعني مما لا شك في تأثير سلبي على كل مناحي الحياة. ولكن كل الإجراءات اللي احنا بناخدها عشان تقليل هذه التكلفة وتقليل هذه العبء وجعل الاقتصاد المصري يعني مور ريزيلينت لكل الصدمات الخارجية. فمن ضمن الإجراءات الجديدة اللي يعني بناخدها، وطبعا هذه الإجراءات كلها احنا مش بناخدها لوحدنا، يعني دايما بحب أؤكد الحكومة المصرية ما بتعملش بمعزل عن المجتمع. احنا عملنا يعني ثلاث حوارات مجتمعية، كل اللقاءات اللي بعملها بناخد فيها أفكار وبناخد فيها مقترحات. عملنا ثلاث حوارات مجتمعية حضرهم السيد رئيس مجلس الوزراء، وكان فيهم مجموعة من القطاع الخاص، من المجتمع الأكاديمي، من الخبرات المختلفة، ولسه مكملين في أيضا مجموعة أيضا من الحوارات المجتمعية هنعقدها الفترة الجاية برضو. ف كل ده احنا بناخده يعني بالتشاور مع القطاع الخاص ومع المجتمع المدني ومع المفكرين والخبراء المختلفين. هدفنا ايه من كل هذه المبادرات؟ هدفنا ان احنا نخلي الاقتصاد المصري اكثر مرونة، نخليه قادر على ان هو يمتص الصدمات المختلفة وبالذات الصدمة الخارجية. طيب المبادرة الجديدة دي هدفها ايه؟ هدفها احنا طبعا لقينا بنعمل دراسات وعندنا جهاز يعني محترم جدا، انا يعني بأشرف ان انا بأشرف عليه، وهو جهاز التعبئة العامة والإحصاء. بنطلب منه في الفترة دي بقى شوية إحصاءات مختلفة وإحصاءات يعني مش conventional، مش السيستم بتاع المسوح الإحصائية اللي بيعملها الجهاز بشكل مستمر. فعملنا دراسة عن السلوك أنماط المستهلكين بعد كوفيد، إيه الرغبات بتاعتهم وإيه الحاجات اللي هم بيستهلكوها، وبناء عليه حددنا مجموعة من السلع. ده رحنا مع رحنا مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، واتفقنا على أن يكون هناك في مجموعة من السلع تطرح بسعر مخفض أثناء فترة المبادرة. السلع دي تدخل وزارة المالية تضخ مزيد من التخفيض، تضخ أموال على البطاقة التموينية بتاع كل مواطن طبعا في صورة السلعة، فبيحصل على 30% تخفيض إضافي، بالإضافة إلى أنه أيضا شركات التمويل الاستهلاكي
بتدخل وبتخفض الأسعار الرسوم الإدارية اللي هي بتاخدها. السلعة دي هتشمل إيه؟ هتشمل كل السلع المعمرة، سواء كانت سلعة خفيفة أو سلعة ثقيلة، يعني تلاجات وغسالات وبوتاجازات ومكنسات وميكسرز ومكوى وكل السلع المعمرة، ملابس الجاهزة، الأحذية، ناس داخل المدارس، مفروشات، منتجات السيد الرئيس طلب كمان منتجات تشطيب المنازل، قالك الناس بتحتاج، عايزة تغير، أنا عايزة أحسن جودة حياتهم، حتى التكييفات اللي عايز يبدل التكييف بتاعه، أثاث، كل الكلام ده قالك أنا بستهدف الطبقة المتوسطة وعايز الناس تشعر بأن هي يعني عندها جودة في الحياة بتاعتها. فده آلية عمل المبادرة زي ما قلت لحضراتكم، هيبقى في خصم في حدود في متوسط 20%، قد يكون 25% في بعض السلع و 18% في سلع أخرى، مالية تتحمل 12 مليار جنيه بتضخهم على في كل سلعة لحاملي البطاقات التموينية، والجهات التمويل الائتماني بتخفض الرسوم الإدارية. الحاجة الثانية ان احنا شغالين دلوقتي في برنامج اصلاح هيكلي. احنا حضراتكم عارفين ان احنا لما بدأنا في الاصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 كان المرحلة الاولى منه مرحلة التثبيت الاقتصادي، يعني اشتغلنا على اصلاح مالي ونقدي، ولكن عندي عايزة احول الاقتصاد المصري من اقتصاد شبه ريعي الى اقتصاد انتاجي. اقتصاد انتاجي قايم على المعرفة، القطاعات اللي عندي لازم تبقى كومبيتيتيف وقادرة انها تنافس مع القطاعات الاخرى، فكان لابد ان احنا نشتغل على المرحلة الثانية اللي هي الاصلاح الهيكلي، وده اللي احنا شغالين في الفترة دي. وطبعا يعني بنستهدف ايه؟ بنستهدف مجموعة من القطاعات، بنستهدف ان احنا طبعا ننوع هيكل الانتاج المصري، عندنا سوق تدريب مهني فراجمنتد جدا، شغالين على عملية يعني كومبايليشن ل منظومة التدريب المهني عشان تأثر بشكل جيد على سوق العمل، بنشتغل على بيئة الأعمال وتنمية القطاع الخاص، الاقتصاد الرقمي والمعرفة، كل الكلام ده رأس المال البشري، عندنا مجموعة كبيرة من المحاور الخاصة بعملية الإصلاح الهيكلي اللي احنا شغالين عليها. بنعمل الكلام ده ازاي؟ بنبص على دور كل قطاع في الوزن النسبي لكل قطاع في معدل النمو، محتاجين ان قطاعات معينه يبقى لها وزن نسبي اكتر زي قطاع الصناعه، زي قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات. بنبص على المؤشرات الدوليه سواء كانت مؤشر الكومبيتيتيفنس او مؤشر بيئه الاعمال، وبنشوف الفجوات اللي موجوده في هذه المؤشرات، فبنشتغل بمنهجيه معينه عشان نقدر احنا نحط خطه عمل جيدة ل يعني مزيد من الريزيلينس ومزيد من صمود الاقتصاد المصري. أنا مش عايزة أطول على حضراتكم، بس حبيت أديكم يعني خلفية كده عن إيه اللي إحنا بنعمله وإيه اللي بنشتغل عليه، وطبعاً هبقى سعيدة جداً إن أنا أسمع مقترحات حضراتكم وملاحظاتكم وأسئلتكم. شكراً يا فندم. شكراً يا دكتورة. بنشكر الدكتورة هالة على التقديم العظيم ده. هو الحقيقة طبعا مجهود واضح ومتنوع في مجالات كتيرة جدا، وفعلا الواحد كل ما بيقرب من المطبخ وبيشوف حجم المجهود اللي بيتعمل الواحد ما بيصدقش انه المجهود ده كله بيتعمل وفي كل المجالات دي مرة واحدة. الحقيقة انا عندي مجموعة من الأسئلة للدكتورة هالة سيادة الوزيرة، ولكن طبعا لانه انا المودريتور فاستغل منصبي بقى شويه وابتدي اسال سياده الوزيره سؤال. حضرتك يعني تفضلتي وشرحت لنا، وده حقيقه حجم الرقمنه اللي الدوله متجهه اليه، والدوله فعلا ابتدت تقدر توصل لقطاعات ربما ما كانتش بتقدر توصل لها قبل كده. طيب فين بقى القدره على الوصول الى القطاع الغير الرسمي؟ وهل عندنا تصور لبرنامج امتى، مش هقول كل القطاع الغير رسمي ولكن نسبة معقولة من القطاع الغير رسمي ده تندمج في القطاع الرسمي، هل عندنا تصور لذلك
وكيف سيعود هذا على الدولة بمنافع عديدة، ليس فقط ضرائب وكلام من ده، ربما الضرائب دي تبقى آخر حاجة بنفكر فيها، لكن من ناحية أنه الجي دي بي، من ناحية التصنيف الائتماني بتاع الدولة المصرية، من ناحية حاجات كثيرة جدا. ده موضوع الحقيقة مهم جدا وشاغل بالنا، وشاغل، أنا عارف أنه شاغل بال الدولة المصرية من سنين طويلة، فربما هيتلقى لنا ضوء على الموضوع ده. شكرا دكتور عمرو، ده طبعا سؤال مهم جدا. وخليني اقول لحضرتك انه في الايكونوميك سنسس الاخير احنا بنتكلم تقريبا على حجم الاعمال غير الرسميه المقدره، ويمكن لاول مره واحنا بنعمل ايكونوميك سنسس نعمل المسح الاقتصادي للمنشات، تقريبا بنتكلم على 45% حجم العمالة الغير رسمي. ولكن اللطيف ان احنا برضو عشان اول مره نعمل هذا المسح فلقينا ان هم مساهمتهم في القيمة المضافة بنتكلم على 13%، فالمساهمة بتاعتهم ليه؟ لأنهم كلهم أغلبهم منشآت فردية. إحنا وحاك عارف طبعا حاك ومدركين هذا، العمالة الغير رسمية أو القطاع الغير رسمي هو قطاع بيساند الدول في أوقات الأزمات، يعني في حالة الأزمات بنلاقي أنه القطاع الغير رسمي هو اللي بيستوعب قدر من العمالة، ولكن هو بيستوعب قدر من العمالة من غير معايير سلامة مهنية، من غير جودة، هو بيخش ينافس القطاع الرسمي لأنه هو قادر أنه هو يشتغل من غير أي اشتراطات للسلامة الغذائية وكده، وبالتالي هو عنده competitive edge عنه وقادر أنه هو يبيع منتجاته بأسعار رخيصة، وفي نفس الوقت هو بيقلل من الستاندردز بتاعة المنتجات بتاعتنا. ولكن القطاع ده يعني من واقع ما الواحد درسه بقى على مدى السنين هو محتاج more pull factors أكتر ما هو محتاج push factors، يعني هو محتاج إن هو يتم جذبه، لأن أنا النهاردة أنا قاعد in my comfort zone، لو أنا غير رسمي النهاردة أنا قاعد in my comfort zone، أنا ولا حد بياخد مني ضرائب ولا حد بياخد مني تأمينات وبشتغل ومرتاح، إيه اللي هيدخلني في الإيه في الهيلمان بتاع الدوشة بتاعت إن أنا يعني أبقى قطاع رسمي. فهو محتاج حاجتين دايما بنقول، محتاج البول فاكتورز والبوش فاكتورز، ولكن يمكن البوش فاكتورز أكتر. هو البول فاكتورز هيجي عن طريق إن أنا بأجبره إن هو يدخل في المنظومة المالية الرسمية، هو مش هيقدر يدفع إلا لو هو بتكلم على inclusion، لما بتكلم على financial inclusion فده البول فاكتورز بتاعته، وده اللي احنا شغالين فيه في البيمنتس كونسل، ويمكن المجلس القومي للمدفوعات تحت اشراف السيد رئيس الجمهوريه بيجتمع بشكل مستمر، واحنا بنتكلم على خطوات متسارعه سواء من خلال دلوقتي المنظومه الماليه اللي وزاره الماليه عاملاها بالربط معانا، فدلوقتي المجتمع بيتحول تدريجا الى المدفوعات الرقميه. ولكن البوش فاكتورز بقى اللي هي طلعت في قانون المشروعات الصغيره الاخير، دي push factors أكيدة، ده عامل incentive، أنا ما أدكش incentive مش هدخل. فالنهاردة القانون ده بيديله بيقول له عفى الله عما سلف وتعالى ادخل معايا بفلات، كل حاجة هتبقى فلات عندك، الضريبة فلات، كل هتدفع مدفوعات ثابتة فلات عشان تدخل في المنظومة الرسمية، وتقدر انك تاخد قروض، تقدر كل الكلام ده بالنسبة له اعتقد هيبقى هو العامل الحاسم في وجود القطاع الرسمي، القطاع الغير رسمي في المنظومة الرسمية. شكرا يا فندم. انا عندي برضو مجموعة تانية من الأسئلة من الفلور، فأدعو مثلا الأستاذ مجد المنزلاوي، كان عندي سؤال لسعادتك. مجد بيه تفضل. محتاج تأنميوت يا مجد بيه تفضل. معالي الوزيرة، طبعا بنرحب بحضرتك. أنا اسمي مهندس مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال. الحقيقة السؤال بتاعي يمكن مكون من ثلاث أجزاء، وببدأ بإني بقول اعتمد الدول كثيرة في العالم على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للتنمية، وده يمكن استكمال للي قاله الدكتور عمرو، والدول دي حققت نجاحات كبيرة في هذا الشأن. فالسؤال الأولاني، إلى أي مدى تعول الحكومة على هذا القطاع في تحقيق النمو الاقتصادي في الظروف الحالية لجائحة كورونا؟ لأن طبعا في الظروف الحالية
ومع النمو الاقتصادي المتوقع بالنسب اللي حضرتك قلتيها، محتاجين نعرف قد ايه القطاع ده الحكومه هتحاول تنميه اقتصاديا. الجزء الثاني من السؤال طبعا يمكن حضرتك ذكرتي بعض الاجزاء فيه، اللي هي اهم الاجراءات اللي اتخذتها الدوله لمسانده هذا القطاع، وده حصل في بعض الاجراءات تم اتخاذها، لكن برضو يهمنا نعرف ايه الاجراءات اللي ممكن الدوله تتخذها مستقبلا لمسانده هذا القطاع، خصوصا اهميه هذا القطاع بتيجي من انه العائد الاقتصادي بتاعه اعتقد هيكون سبب من اسباب خروجنا بره الركود العالمي دون، ويخلينا في وضع احسن نسبيا يعني. ويا ريت نعرف برضو دور وزاره التخطيط والتنميه المحليه في تشجيع هذا القطاع. شكرا طبعا قطاع المشروعات الصغيره يعني بيحظى باولويه كبيره جدا من الحكومه المصريه. القطاع ده يعني له قيمة مضافة مرتفعة، يعني له قدرة كبيرة على استيعاب العمالة خصوصا الفترة دي عشان نقلل فيه من حدة البطالة. له دور مهم جدا أنا بهتم بيه، وهو التنمية المكانية، العدالة المكانية مهمة جدا جدا. فأنا النهاردة قطاع زي قطاع المشروعات الصغيرة له مرونة كبيرة في أنه ينتشر في المحافظات، فبيبقى له قدرة كبيرة على تحقيق العدالة المكانية، والعدالة المكانية دي شيء هام جدا لتحقيق السلام والأمن الاجتماعي على مستوى الدول. عملنا إيه في القطاع ده؟ طبعا في جزء تمويلي مهم، وهو البنك المركزي أطلق يعني المبادرة الخاصة بالتخفيض سعر الفايدة لهذا القطاع. عندنا مجموعة من الخدمات الغير مالية بيقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. عندنا عملنا دعم مؤسسي نهاردة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تم إعادة هيكلته، بقى في جهاز واحد بمجلس إدارة واحد تحت إشراف السيد رئيس مجلس الوزراء. كان الأول عندنا مجلس أمنا ومجلس إدارة، ومجلس الإدارة في الحكومة ومجلس الأمنا في الخبراء. الحقيقة لقينا أنه من الأفضل أن يكون الخبراء، ودي يعني تأكيداً للتشاركية، يكون الخبراء والمتخصصين سواء كان من القطاع المالي أو من الأكاديمي موجودين مع الحكومة في مجلس إدارة واحد تحت إشراف رئيس الوزراء. وأعتقد ده عمل نقلة نوعية حتى في استراتيجية الجهاز. حاجة الأخيرة إن إحنا عملنا جانب تشريعي، وهو القانون الأخير اللي صدر في إبريل الماضي، وحالياً شغالين في اللائحة التنفيذية بتاعته. وده طبعاً زي ما كنت بقول الدكتور عمرو من دقيقتين، إنه بيتيح قدر كبير من الحوافز المباشرة وغير مباشرة للمشروعات، وبالذات للمشروعات وحوافز الابتكار. بالإضافة لكده إحنا النهاردة يعني رصدين في خطة الدولة 8.5 مليار جنيه للكلاسترز الخاصة بالمجمعات الصناعية، غير أن إحنا بننشئ أيضاً مجموعة من المجمعات زي مرغم وللبلاستيك ومدينة دمياط للأساس. كمان إحنا وزارة التخطيط يعني بتساعد في تهيئة الإيكو سيستم، فإحنا عندنا مشروع مهم جداً وهو مشروع رواد 2030. مشروع ده بيقوم على إيه؟ بيقوم على تأكيد على البيئة المواتية، خلق البيئة المواتية. بيقوم على إن أنا بعمل change في المايند سيت، في فكر المجتمع نحو فكر المشروعات الصغيرة. والحقيقة الواحد من تجربته يمكن وجودي وسط الشباب في الجامعة، المايند سيت بتاعنا احنا كمصريين ما هوش مايند سيت انتربرينوريال. المايند سيت الانتربرينوريال بيعتمد على المخاطرة، ما عندناش الكالتشر ده. فكان مهم جدا ان احنا وينستل الكالتشر ده في الشباب، وعشان كده بدأنا في هذا المشروع. أول ما جيت الوزارة هنا بدأته مع الجامعات المصرية، إن إحنا ندرب الجامعات، ندرب شباب الجامعات على فكر ريادة الأعمال وفكر العمل الحر. إن أنا حتى عملت برنامج لأساتذة الجامعات، يعني عندنا كامبريدج، عملت اتفاقية مع كامبريدج وبندي entrepreneurship program
لماسترز بروفيشنال ماسترز في جامعة القاهرة بينتشر منه إلى الجامعات المختلفة. وبعدين قلت طيب بعلمهم الانتربرينورشيب سكيلز، طب هيعملوا إيه بعد كده؟ بدأنا في إنشاء حاضنات أعمال داخل الجامعات، فأنشأنا حاضنة داخل كلية الاقتصاد في جامعة القاهرة، أنشأنا 9 حاضنات أخرى، واحدة عن الذكاء الاصطناعي في اسكندرية، واحدة تانية مع الأكاديمية العربية عن الصحة عن السياحة فبننشئ مجموعة من حاضنات الأعمال، وبنساعد في هذه الحاضنات اللي هي بتقدم الأفكار إن يكون في ما يطلق عليه البيزنس كلينيك، يبقى في عيادة الأعمال، فهي بتساعد، بيبقوا مجموعة من الفولنتيرز ناس متطوعة بتساعد الشباب دول على إن هم يبلوروا الفكر بتاعهم. وحاليا بنشتغل مع جهاز المشروعات الصغيرة، هم عندهم بورتل ان احنا نعمل لينكينج بقى، نربط الكلام ده كله على البورتل بتاع المشروعات الصغيرة عشان يبقى فيه استفادة منه. غير كده احنا بننسق مع كل المبادرات عشان خاطر يبقى فيه، واحنا بنحط استراتيجية الجهاز ما تبقاش demand driven، احنا مش محتاجين المشروعات الصغيرة تبقى demand driven. لما هتبقى demand driven مش هتعمل impact، هي لازم تبقى supply driven، لازم ابقى انا مستهدفة حاجات معينة وتبقى دي بتدخل لينكجز مع المشروعات الكبرى. لكن لو بقى الديماند دريفن مش تعمل فرق، انا عايزة اعمل زراير ويارا جنبي عايزة تعمل خيط ورامي عايز طب الامباكت فين؟ فين اللينكجز اللي بتتعمل؟ مش فشغالين مع الجهاز النهاردة على الاستراتيجية بحيث انها تبقى سبلاي دريفن. طبعا ده مش هيمنع ان احنا هندي الناس فرصة انها تعمل حاجات برضو، ولكن لازم تبقى الامباكت هيجي من انها تبقى سبلاي دريفن، فيبقى انا النهاردة بعمل لينكجز مع الجهات المختلفة. ألف شكر يا فندم. شكرا سيادة الوزيرة. عندنا مهندس فتح الله فوزي يحب يسأل سؤال، تفضل يا باشمهندس. باشمهندس فتح الله فوزي يحب يسأل سؤال، تفضل. unmute يا باشمهندس، unmute، محتاج تعمل unmute يا باشمهندس فتح الله. ايوه مع الوزير، مع الوزير. مساء الخير. اهلا وسهلا، زي حضرتك. اول حاجه انا بشكر حضرتك حقيقه على اللقاء المهم دهوت، وكان اللي جه في وقته مظبوط. يعني انا اعرف ان سيادتك مسؤوله عن اعاده صياغه رؤيه مصر 2030، وحقيقه انا ما عنديش شك ابدا ان في كل الاتجاهات وكل القطاعات احنا ماشيين بنحقق الخطه. يعني في قطاع التنميه العمرانيه سواء في الصحه شايفين تقدم ملحوظ وشايفين ان ده بيحقق الخطه، ولكن ماذا عن الاعلام؟ ليه انا شايف المواطن العادي لو حس ان في اعلام الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه وهنوصل له بعد كذا سنه، اعتقد ده هيكون في دعم اكتر ومساعد اكتر من مواطن عادي انه يساعد الحكومه انها تمشي بخطى اسرع. الملف ده يعني بقاله مده مش عارفين عنه حاجه، وفي نفس الوقت ما فيش اعلام زياده بيودي المواطن احنا قطعنا كذا في الميه من شوط اللي وصلنا للهدف اللي احنا عايزين نحققه في رؤية مصر 2030. وأنا أرجو أن الملف يكون فيه إعلام أكتر وفيه توضيح أكتر الخطط، وكل سنة إحنا قطعنا كم في المية من الخطة أو من الهدف اللي إحنا عايزين نوصل. شكرا معالي الوزير. شكرا. شكرا مهندس فتح الله، يعني دي نقطة مهمة جدا بشكر حضرتك عليها. ويمكن إحنا الحقيقة كان مستهدفين إن شهر يونيو، نهاية يونيو، احنا كنا بقالنا تقريبا سنة بنشتغل على تحديث الرؤية من فبراير 2018، خلصناها تقريبا فبراير او مارس 2019، خلصناها فبراير 2020. وكنا مستهدفين ان احنا في شهر يونيو هنعمل ايفنت كبير، اولا 60 سنه على وجود وزاره التخطيط في مصر، وطبعا كنا هنكرم الساده وزراء التخطيط السابقين بدءا من دكتور الجنزوري، كل الموجودين ربنا يديهم الصحه، وكنا هنعمل نعلن التحديث. ليه؟ لانه الرؤيه هي وثيقه حيه بتحتاج بشكل استمرار انها تحدث. ويمكن المستهدفات اللي كانت محطوطه في الرؤيه الاولانيه حصل عليها قدر كبير من التعديل بعد الاصلاح الاقتصادي، ف
فاضطرينا ان احنا نعمل تحديث لها عشان نحط فيها كل المستهدفات الجديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. كنا هنحط فيها كل ما له علاقة بالتكنولوجيا، بالمجتمع الرقمي، بالفاينانشال انكلوجن، قضية المياه والسكارستي اوف ووتر، كل الكلام ده كنا حاطينه وعملنا مجموعة من الحوارات المجتمعية. ولكن حضرتك معاك حق، احنا النهاردة يعني اهو زمايلي معايا ومع احنا محتاجين نسلط الضوء. احنا عندنا النهاردة يعني الحمد لله احنا ماشيين بخطة جيدة جدا رغم كوفيد، في احنا فين من كل مؤشر وفين من كل مستهدف، ولكن احنا كنا عايزين نطلع بالرؤية الجديدة وبعد كده نقول احنا فين، لان الرؤية الجديدة كان فيها بعض الامور المستهدفة، ولكن احنا فعلا هنطلع الفترة الجاية بخطة اعلامية قوية عن كل الاهداف رغم كل الظروف اللي العالم بيمر فيها، الا اللي احنا متقدمين الحمد لله. يمكن لسه في تقرير عامله الاقتصادي الكبير جيفري ساكس وبين ان مصر من اكثر الدول المتقدمه في تحقيق رؤيه مصر 2030، واحنا لسه الاسبوع اللي فات كان الاسبوع المنتدى السياسي رفيع المستوى، وكانوا يعني بيشيدوا مع الامم المتحده، وطبعا اتعمل فيرتشوال احنا كل سنه بنروح بنشارك فيه، ويمكن احنا الدوله العربيه الوحيده اللي عملت مرتين تقرير طوعي عن مصر وصلت فين في تحقيق مستهدفاتها الخاصه ب 2030. ولكن اهو رامي جنبي هنعمل حمله مكثفه، وبرده كان السيد وزير الاعلام قال لي ان احنا عايزين نعمل لقاء اعلامي كبير عن رؤيه مصر 2030 واحنا حققنا فيها ايه. اعتقد ان ده يعني شيء جه في وقته وان شاء الله نطلع بيه باذن الله. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا سياده الوزيره. الحقيقه انا اعلم ان المجهود اللي اتعمل في رؤيه 2030 الاولانيه ثم في الاستحداث بتاعها مجهود جامد جدا جدا جدا، ولكن بقي حديث الخاصه لسه العامه ما عرفتوش، وطبعا ده لما هيوصل لعموم الناس هيفرق معهم جامد جدا ويشوفوا حجم المجهود اللي بيتعمل، لانه المؤشرات كلها هي المجهود الكتير اللي حضرتك والساده الوزراء كلهم بيشتغلوا فيه. مظبوط دكتور عمرو. انا بس عايزه اضيف هنا احنا كنا برضو من ضمن الحاجات اللي احنا كنا مستهدفينها عشان كده ان احنا كنا هننزل على مستوى المحافظات، لان احنا في التحديث الجديد كنا عاملين كي مسجز تصل لرجل الشارع. الرؤية في مرحلتها الأولى وهي مجهود جبار اتعمل فيها وزميلي يعني المحترم دكتور أشرف العربي وأنا كنت بقى أشارك فيها وقتها، ولكن كانت مقصورة على النخبة، يعني هي بتتكلم الإليت في المجتمع والمثقفين. فإحنا المرة دي كنا عاملين كي مسجز تصل إلى الببليك، لأنه راجل الشارع يقولك يعني زي ما بيقولوا كده what is it for me، انا مستفيد ايه من الكلام ده. فكنا عاملين حقيقة حملة وبالعربيات، ويعني كان عندنا very nice campaign، ولكن للأسف ان شاء الله ربنا يسهل ونقدر نعمله ان شاء الله الفترة الجاية بإذن الله. هيتعمل ان شاء الله، هيتعمل ان شاء الله. احنا بس في الفيوم، يعني دي الحاجة الوحيدة اللي لحقناها قبل كوفيد. انا عندي سؤال برضو من بدو علي بي عيسى، عنده سؤال ونحب نسمعه لأن سؤاله برضه مهم جدا الحقيقة. تفضل يا علي. شكرا دكتور عمرو، وشكرا للدكتورة على التقديم الرائع اللي هي عملته، وهي أجابت على تساؤلات كتيرة عندنا في الحقيقة. الدكتورة قالت في الأول إن التعامل الأولي كان مع أزمة كورونا كان على إن تنتهي في يونيو، وبعدين السيناريو الثاني في سبتمبر، والسيناريو الثالث في ديسمبر. وكل هذه السيناريوهات الحقيقة أثبتت أنها ما كناش عارفين لسه هذا المرض والإمباكت بتاعه على الاقتصاد المصري والعالمي. ودلوقتي احنا عايشين في التعايش مع الكورونا، يعني احنا كل وأظن العالم كله دلوقتي عايش في التعايش. الحكومة المصرية الحقيقة من الحكومات القليلة اللي من أول يوم خدت قرار أو قرارات كثيرة وقرار إيجابي إنها لا تغلق النشاط الاقتصادي، وده كان بالنسبة لمصر كان يعني قرار حكيم جدا ومهم جدا، مع إنه كان في ناس كتير معارضة لهذا، إنما ثبت بالقطع إن عدم إغلاق النشاط الاقتصادي في مصر وصلنا للنتائج اللي سيادتك بتقولي عليها، ان احنا حتى الان انهينا
19-20 بنسبة نمو 3.8 أظن. والسنة الجاية سيادتك بتقولي برضو في 2021 إن التخطيط والتوقعات إن إحنا عاملين إن هنزيد برضو النمو الاقتصادي بنسبة من 3-4% أو حاجة كده. إحنا الحكومة عملت حزمة كبيرة من المحفزات علشان نوصل لما وصلنا إليه الآن، إنما معظمها يا فندم محفزات وقتية. فهل في التخيل إن هذه المحفزات، يعني جميع الحاجات اللي طلعت من الحكومة، تأجيل لمدة كذا، أو يعني معظمها تأجيلات لفترة زمنية مع المبادرات البنك المركزي لسعر الفائدة والكلام ده برضو معمولة بست أشهر أو كذا، فهل التخطيط استمرار هذه المحفزات، يعني مبادرات البنك المركزي 8% للقطاع الإنتاجي والـ5% للقطاع الصناعات الصغيرة، قطاع وزارة المالية وتأجيل ضرائب عقارية وتأجيل، نحن نعيش مع زمن الكورونا الآن، وزي ما سيادتك قلت إن الإنفاق هو الحل الوحيد وزيادة الإنفاق هو الحل الوحيد. فهل الرؤية الحكومية بتقول إن إحنا هنظل في هذا ولا لا؟ طيب حد تسألني سؤال صعب جدا علي مين. بص حضرتك، أول حاجة إحنا السنة دي إن شاء الله زي ما قلت لحضرتك كده إحنا مستهدفين وفقا للأرقام الواقعية اللي عندنا، التحليل العلمي بيقول إن إحنا هنحقق في حدود 3.8 بلس 0.2 ماينس 0.2، يعني ده التوقعات. السنة الجاية السنة كلها بنهايتها أنا مش قادرة أقول دلوقتي، والحقيقة أي توقعات تدخل في نطاق التخمين العلمي. طول ما أنا بتعايش مع أزمة أنا مش عارفة عمقها ومداها، عشان أكلم كلام اقتصادي وعلمي، لو قلت رقم أنا هقدر أتوقع النص الأول من العام اللي أنا متوقع أنه هو هيبقى في حدود 1.5% لغاية ديسمبر. طالما أنا بتعايش، أنا الأول حطينا وإحنا كنا سباقين جدا، كنا من أوائل الدول اللي حطت سيناريو الأزمة هتنتهي في يونيو، كنا متخيلين ده، كان تخيلنا كلنا حتى على مستوى العالم. ثم لا، دي ممكن تطول لسبتمبر، لا دي ممكن تطول لديسمبر، وحطينا الأسوأ، قلنا السيناريو المتفائل المتوسط المتشائم. دلوقتي إحنا بنتكلم على سيناريو رابع وهو تعايش مع أزمة أنا مش عارفة عمقها، هيبقى فيه ساكند ويف ولا لأ، عمقها قد إيه، مداها قد إيه، هتؤثر قد إيه. الحمد لله إنه الواضح إنه الفيروس تدى يضعف، فلكن إذا حصل بقوة وبشدة أنا ما أقدرش أعرف. فأي توقعات لمدة متوسطة وطويلة، عشان أبقى بقول كلام أنا بقى أستاذ اقتصاد، هيبقى أجستمت مور ذان أن أستمت. ودكتور عمرو بقى إيه يعني مفاني، كان تخمين علمي كويس. فالحاجة الثانية إنه إحنا هدفنا عارفين إن إحنا في أزمة، وأزمة سيولة على مستوى العالم، هي أزمة سيولة مش في مصر، دي أزمة سيولة على مستوى العالم. فإحنا كان هدفنا توفير سيولة للمؤسسات، لأن أنا عايزة أحافظ على المؤسسات بأي شكل، أنا عايزة الناس تتعايش زي ما احنا. احنا كمان عايز اقول احنا الحكومة عندها أزمة سيولة، والعالم كله عنده أزمة سيولة، فاحنا كلنا مع بعض لازم نحاول نوفر سيولة بقدر الإمكان. انا عايز اوفر سيولة للاستراتيجية. احنا من الدول الحمد لله يا رب العالمين، الشعب المصري لم يشعر بنقص احد المواد، ما حدش نزل وقال مش لاقي رز، مش لاقي زيت، مش لاقي وقود. في دول الناس كانت بتنزل بتلحق تخطف السلع. فاحنا يعني التوازنات، انا بقى بتكلم بقى مش بصفتي مسؤول في الحكومه
وبشرف ان انا يعني بقوم بهذا الدور، ولكن بصفتي استاذة الاقتصاد احنا عملنا توازنات كثيرة جدا عشان نحافظ فيها على السلع الاستراتيجية، نحافظ فيها على سيولة للمؤسسات، احافظ فيها بقدر الامكان على العمالة. كل دي توازنات الحقيقة ان احنا نزود، احنا مزودين معاشات ومزودين مرتبات وعاملين علاوات هذا العام عشان رغم والتضخم ما زال 5%. فكل هذه التوازنات الحقيقة توازنات مش سهلة ان احنا نقدر ان احنا يعني الحكومات تقدر ان هي تعملها. المحفزات واستمرار هذه المحفزات مما لا شك فيه، أكيد إن إحنا باستمرار بنفكر في إيه اللي إحنا نقدر نعمله. وزي ما قلت في الأول علي بيه، دي ما هياش أول السياسات ولا هي آخر السياسات. إحنا باستمرار بنفكر في سياسات تساعد المؤسسات على إنها تتعايش، لأن إحنا كلنا مضطرين نتعايش مع هذه الأزمة، لأن دي صدمة خارجية جاية غصب عننا. وفي نفس الوقت أحب أن أنا أسمع مقترحات حضراتكم. إحنا كل شوية بيجي لنا مقترحات، وبالتالي بنقعد بنعمل حوارات، بنسمع مقترحات، بنفكر في سياسات ومبادرات مختلفة عشان نقدر نتعايش مع هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة، ونقدر في نفس الوقت نستفيد ونعول على بعض القطاعات اللي نقدر فيها حقق بعض المكاسب. ما أنا لازم أشوف بعض الفرص بقى أقدر أن أنا أستفيد منها من بعض القطاعات، زي قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، زي قطاع الزراعة. فأي مبادرات وأي مقترحات هبقى سعيدة جدا أن أنا أسمعها من حضراتكم، ونحن نفكر فيها وندرسها ونشوف مع المؤسسات نقدر نحققها. تفضل يعني بيه. المقترحات بسيطة جدا، أن مد مبادرات الحكومة المصرية والبنك المركزي إلى أقصى مدى ممكن. يعني مثلا وزارة المالية أجلت الضرائب العقارية على المنشآت السياحية والمنشآت القطاعات المتضررة لمدة هتطالبهم بها دلوقتي لأن المدة انتهت. ليس من المعقول ونحن ما زلنا في منتصف الأزمة إن أنا أجي أطالبهم بالوقت المتأخر القديم والجديد. ده اللي انا يعني ده اللي انا بحاول مع سيادتك، لان احنا محتاجين لواسطه كبيره جدا مع وزير الماليه، خصوصا مع السيد وزير الماليه في هذا. جميع المؤجلات يمتد او تبقى اعفاءات، ما لو بقت اعفاءات يبقى انتهت، انما هي كل المؤجلات الحكوميه بتاعه وزاره الماليه نرجو اعاده النظر، إن ما نجيش دلوقتي في منتصف الأزمة ونطالب بيها الناس مع المبادرات بتاعة الفوائد بتاعة البنك المركزي مدها مرة أخرى. شكرا يا فندم. هارد على المجموعة الاقتصادية. حاضر وارجع. حاضر. يعني يا سيادة الوزيرة السؤال بتاع علي بيه مش بس صعب، لا وكمان الطلب بتاعه هو سهل. أنا عارف. لا نعرض على المجموعة الاقتصادية وإحنا مقدرين وكلنا نتعاون مع بعض عشان نعدي الأزمة دي إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. أنا عندي سؤال من الأستاذ ماجد عز الدين. تفضل يا أستاذ ماجد. أنميوت يا ماجد. أنميوت. تفضل يا ماجد. انميوت. انميوت. أنا عندي بعد الأستاذ ماجد أنا عندي الأستاذ مهند طه. تفضل يا أستاذ. الحقيقة شايفيني كده؟ تفضل يا ماجد. تفضل. ماشي. متشكر جدا وآسف للتكنولوجي المشكلة جليتش دي.
في الأول أنا بحب أشكر معالي الوزيرة دكتورة هلا سعيد على فعلا معلومات والعقد الوافي لحضرتك قدمتيه، فمتشكرين جدا جدا. ومن الأفكار اللي لقيتها هايلة موضوع البوليسي تراكر، يعني أنا أول ما نخلص الويبنر ده هخش على رابط على طول عشان أتابع موضوع البوليسي تراكر، لأنه كنت بحاول أجمعه من حتت كتيرة، يعني حضرتك سهلت علينا الموضوع. السؤال لحضرتك هو إن الحقيقة يتحدث العالم الآن على تغيير جذري بشهاده الاقتصاد العالمي نتيجة لتعديات الأزمة الحالية. من وجهة نظر حضرتك، إيه الملامح نظام الاقتصاد العالمي الجديد فيما بعد كوفيد 19؟ وإزاي إحنا هنا ممكن نستفاد كدولة مصرية في تصدير خدماتنا؟ يعني طبعاً إحنا بنتكلم على تصدير منتجاتنا وده مما لا شك فيه، بس أنا عايز أركز على تصدير الخدمات هنا على سبيل المثال تحفيز وترويج موضوع الشيرد سيرفيس سنترز. الحقيقة ممكن نعتمد على المميزات التنافسية اللي لينا اللي بتلخص في مثلاً نمرة واحد الموقع الجغرافي ده، أنا تايم زون كويس من عن جنوب شرق آسيا، إحنا النهار عندنا نهار عند بقية العالم. يعني الحقيقة برضو موضوع اللهجة بتاعتنا، إحنا عندنا نيوترال أكسنت حتى في اللغة العربية والإنجليزي والفرنساوي، ما عندناش أكسنت صعبة إن الناس تفهمها. وطبعاً ولا سيما من الأهم التكلفة، إحنا حالياً بعد التعويم التكلفة بتاعتنا أقل بكتير من دول أخرى. متشكر جداً لحضرتك. شكراً شكراً أستاذ ماجد. بص حضرتك، إحنا طبعاً بنناقش قضية ما بعد العالم ما بعد كوفيد، ومما لا شك فيه ان العالم ما بعد كوفيد هيبقى عالم مختلف. ما توقع ان احنا نشوف كثير من الاختلافات. احنا شفنا دول كثيره كبيره ومتقدمه ازاي اتاثرت بالازمه، وكانت الازمه يعني كاشفه لها في امور كثيره جدا، سواء نظامها الصحي. الدول بدات تنغلق شويه، هيبقى في انغلاق شويه على نفسها. نتوقع يعني مزيد من الأمور الخاصة بالتأكيد على الاكتفاء الذاتي في بعض الأمور، مما لا شك فيه إنه قضية الغذاء هتاخد أولوية كبيرة، لأن إحنا النهاردة شفنا مع توقف حركة التجارة الدولية إيه اللي حصل، أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي وما يطلق عليه الدي ان ايه. النهاردة بنتكلم على داتا نتوركس وارتفيشل انتليجنس، النهاردة ده يعني ده الدي ان ايه بتاع الجديد لنيو وورد او نيو نورمال، بيتكلموا على دي ان ايه نيو نورمال، بيج داتا نتورك وارتفيشل انتليجنس. ف بنتكلم على more of تكتلات إقليمية rather than world trade organizations، كل واحد فيه يدور على مصلحته. يعني العالم بعد هذه الأزمة بعتقد بقى فيه التركيز، أنا مصلحتي فين؟ لو هي مصلحتي bilateral هيبقى الاتفاقيات more bilateral، لو هي اتفاقيات regional هتبقى more regional، بس مش هيبقى فيه الاتجاهات الاتفاقيات العالمية الكبرى هيحصل لها قدر من الانحسار. الحاجة اللي حابب تتكلم عليها طبعا أهمية الخدمات، وبعتقد ان احنا في مصر ويمكن لسه برضو احد المقترحات ان احنا يكون لدينا اتحاد زي اتحاد الصناعات كده، اتحاد للخدمات، لان انا النهاردة بقدر اصدر تعليم وبالذات لأفريقيا، اقدر اصدر تكنولوجيا، اقدر اصدر التالي ميديسن النهاردة في اطار التكنولوجيا الميديكال، فلدي العديد من الخدمات اللي العالم النهاردة هيبقى محتاجها، وبالذات الدول الأفريقية والدول العربية النهاردة اللي تأثرت بشكل كبير جداً بالتذبذب أسعار البترول، تأثرت بشكل كبير ببعض الخدمات اللي هم كانوا بيحصلوا عليها ما بتتمش النهاردة في بعض الدول. فأعتقد ده مجال مهم جداً إن احنا نبتدي نناقش فيه، ويمكن الجمعية يبقى لها دور النهاردة في أن يكون هناك اتحاد للخدمات مصر بتقوم بيه أسوة على غرار اتحاد الصناعات. ده أعتقد ده هتبقى من الأمور الهامة جدا، وأنا بتفق مع حضرتك طبعا في الشيرد سيرفيس سنترز، ده من الحاجات اللي احنا محتاجين ان احنا نركز عليها الفترة الجاية. شكرا جدا معالي الوزيرة، شكرا جدا. العالم دلوقتي كله بيورك ريموتلي، فما بقاش في حدود. بالضبط بالضبط.
شكرا سياده الوزيره. الحقيقه انا والله محتار لانه الاقبال على اسئله لحضرتك يعني مش عايز اقول لك شكله ايه. فيا ترى وقت حضرتك يسمح لثلاث اربع اسئله كمان؟ حضرتك انا مع حضرتك لاربعه الا ربع عشان عندي اجتماع اربعه فبس الحق. ربنا يخليكي والله متشكرين جدا جدا. وانا بسرعه جدا كده الاستاذ مهند طه خالد يلي الاستاذ ياسر حسن. تمام يا فندم. أظن الوزيرة مع الوزيرة أنقذتك يا دكتور عمرو اللي أنت والله ده أنا كنت هروح أبوك. لا 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 أنك يا عمرو والله أنقذت صديق قديم يعني إحنا بنشتغل مع بعض من سنوات طويلة. ربنا يخليك يا فندم. ربنا يخليك يا فندم. مهند اتفضل يا أستاذ مهند اتفضل. أنميوت يا مهند. أنا I'm unmuted. اهلا مساء الخير معالي الوزيره. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اولا بتني كلام ماجد زميلي واعضاء المجلس على اللي قالوه، يعني فعلا عرض وافي ويعني حاجه تشرف بلدنا كلها بصراحه. ميرسي جدا لمعاليك لهذا العرض الجميل. انا هحاول كده اختصر انما سريعا هرجع للجزء بتاع طبعا الاصلاح الاقتصادي والبرنامج اللي احنا كلنا اللي بدأ طبعا من 2016 وكلنا لمسنا النجاحات اللي حققته او حققوا هذا الاصلاح او البرنامج الاصلاح الاقتصادي. انما السؤال بيقول ان احنا يعني هل في هنستمر في اصلاحات اقتصادية؟ وحضرتك رديت يمكن على ده بما انك قلت ان احنا ان شاء الله في التحديث بتاع 2030 كويس، ولكن هنا يمكن هضيف مع ده حاجة أو يمكن يكون طلب من المجتمع الأعمال، ممكن يكون سؤال. في أثناء الفترة الأولانية عشان نبدأ الإصلاح الاقتصادي كان طبعا لازم يكون في تعديلات تشريعية كويس legislative changes، وهي كانت لازمة عشان حضرتك تتوائم مع ما هو مطلوب من الإصلاحات. إنما النهاردة عندنا من الفاريبلز كثير بعد بالذات كوفيد 19، وأي مجتمع أعمال ما بيحب يعمل بيزنس بلان بيبقى عايز يطمن انه يقلل من الفاريبلز ويكثر من الجيفنز عشان يقدر يعمل بيزنس بلان سهل. فهل هنقدر نشوف في الفترة الجاية حتى مع الاصلاحات الجديدة او مع التحديثات ممكن نثبت، وهسرق بقى معلش من العرض حضرتك قلتي التثبيت الاقتصادي فمعلش هسرق بقى الترمينولوجي ونقول الثبات التشريعي legislative stability، هل ممكن نطمع ان احنا نشوف legislative stability على في المرحله القادمه اثناء الاصلاحات الجديده والمستحدثه؟ شكرا استاذ مهند. خليني اقول لحضرتك احنا شغالين زي ما كنت بقول على الاصلاح الهيكلي. يعني احنا الاصلاحات الاقتصاديه بتنقسم الى قسمين، الجزء الاولاني الخاص بالتثبيت وده اللي هو قمنا فيه بالاصلاح المالي والنقدي سواء كل ما له علاقة بالمالية العامة والسياسات النقدية وتحرير سعر الصرف، ده كان الشق الأولاني من الإصلاح. والإصلاح الثاني الخاص بالإصلاح الهيكلي اللي هو في هيكل القطاعات. يعني إيه في هيكل القطاعات؟ وخليني أقول هنا يعني أنا عندي قطاعات، واحد ما بتوصلش للبوتنشل اللي مفروض توصل له، اثنين إن أنا عندي النهاردة السوق بتاعي في القطاعات المختلفة مركز مور نحو القطاعات الرعاية وليس القطاعات الإنتاجية. أنا عايزة الاقتصاد المصري بتاعي يبقى مور ريزيلينت، يبقى طبعا لما يجي لي صدمة أبقى أنا عارف أتحرك، مانيش النهاردة استك بأن أنا معتمد على حاجات جايالي من مصادر. يعني النهاردة الفورين اكسشينج بتاعي جاي من السياحة، جاي من تحويلات العاملين في الخارج. لو أنا النهاردة المصادر الدولة من النقد الأجنبي 70% جاية من الصادرات هبقى مور ريزيلت. تمام. ليه؟ دي سستينبل. تمام. أوكي؟ فأنا عايزة النهاردة القطاع بتاعي الاقتصاد المصري يبقى مور ريزيلت، فيبقى عايزة أحول my foreign exchange receipts تبقى 70% coming from exports. ده اللي هيخلي ريزيلينس الاقتصاد. فأنا النهاردة بشتغل على ازاي القطاعات تصل للبوتنشال اكبر، وازاي النهارده ان انا اوقف الامبيدمنتس اللي بتعوق الصادرات، ايه الاجراءات والسياسات والتشريعات اللي انا ممكن اشتغل عليها عشان اخلي الصادرات اكتر.
فانا مش عارفه راي حضرتك ايه او قصد حضرتك ايه في التثبيت التشريعي ده. انا عايز اعمل تغيير تشريعي، ده انا ببص في كل قطاع وبشوف في كل قطاع ايه السياسات الاجراءات وايه التشريعات اللي انا عايز اعملها عشان تساعد لو في تشريع او في ماده او مادتين في قانون معين محتاج اغيرهم. فانا مع كل اصلاح في كل قطاع حاطه سياسات، حاطه اجراءات، وحاطه اصلاحات تشريعيه، وبقول ان انا القطاع ده عشان يصل للادي البوتنشال بتاعه انا بحقق مثلا 28 مليار صادرات، لا ده انا لازم اصل الى 60 مليار صادرات في خلال الخمس سنين. طب انا هوصل لهم، هحط تارجتس قد كده عشان اصل، واتس دوبل اتس اتشيفبل. فيتنام بتصدر 200 مليار ف اتس اتشيفبل ان اصل ل 60 مليار. طب اصل لهم ازاي؟ انا لازم اغير سياسات واغير اجراءات واغير تشريعات. لا انا مع حضرتك، وانا اقصد هنا يمكن يعني الثبات التشريعي طبعا لو في تعديل تشريعي يحفز ويساعد ويبقى فيفربل للبزنس ده يعني هيترحب بيه. انا اقصد هنا يمكن الجزء المادي في التعديلات التشريعيه اللي بتاثر على البزنس بلانز بتاعتنا. الجزء الادمنستريتيف كل ما يتحسن كل ما يبقى احسن طبعا، ولو محتاج تعديل نكمل في التعديل ده. انا قصدي عليه يعني. ميرسي اللي معاك جدا. شكرا استاذ مهند. الاستاذ ياسر ابراهيم حسن، وانا بعتذر لك والله متاسف، بس في يعني اسئله كثيره جدا في اقبال جامد على سياده الوزيره من الاسئله، فاتفضل يا استاذ ياسر وبعتذر لك عن التاخير. اتفضل. الو مساء الخير. اتفضل يا استاذ ياسر. نرحب بمعالي الوزيرة، وطبعا حركة احنا يعني ما عندناش شك في لحظة حقيقي يعني على الرغم من صعوبة الفترة اللي فاتت ان احنا ماشيين في مسار يعني صحيح وقوي، على قد ان في يعني ألام فيه شوية، ولكن مش مشكلة، كل حاجة بتبقى نهايتها ومطمنين عليها ان نهايتها كويسة. اعتقد ان مقدرين ان احنا نستحمل الكلام ده، وكل برضو ما بنشوف حضرتك قيادات تكنوقراط مدنية في مناصب قيادية كبيرة تقدر حضرتك ان هي يعني بتدير الامور بطريقه اقتصاديه بحته، ده بيطمننا اكتر على مستقبل مصر. احنا في نقاط سريعه جدا حضرتك، احنا حضرتك يعني بنتمنى ان حضرتك يكون في يعني ان هي يعني نقطه نجاح كل البرامج اتمنى انها تكون في اعاده تاهيل موظف الدوله. احنا شايفين برضو مازال الموظف لسه برضو عنده الدرج اليمين فيه بيطلع قانون يوقف بيه حاجه، والدرج الشمال بيطلع بيه قانون من نفس الشخص الماضي يقدر ممكن يمشي بيه الحاجه. ف يعني محتاجين يبقى في سيستم بجد، ويبقى في رقابه على الموظفين اللي هو ما يقدر يعني مش عايزين الموظف يجود. احنا نتمنى ان كل الحاجات تكون اي قرارات اي مبادرات تكون شرحة نفسها ما فيهاش مجال الاجتهاد، وان هو حضرتك يحط التاتش بتاعه ويجود لحضرتك وبينفذ فقط، ويبقى في آلية ان هو بيمشي الموضوع ولا لا، لان حضرتك ده بيفتح باب ان هو في ايديه ان هو يعمل حاجه، في ايديه ان انا اقدر، ودي احنا مش عايزينها لان احنا علينا فيها على عشرات السنين في قبل كده. النقطة الثانية حضرتك في موضوع المبادرات اللي هي الجميلة الكويسة جدا بتاعة البنك المركزي، نتمنى ان يكون برضو استكمالا للموضوع ان يكون فيه شفافية للإعلان عن المستفيدين. انا مش عايز حضرتك ان انا حضرتك اسمع، ودي حاجة جميلة واحنا عارفينها ان دي حقائق، ان في مبادرات ب 100 مليار و 8 مليار وكذا كذا كذا، ولكن نتفاجأ ان احنا نسأل اصدقائنا لا ده ما استفادش ده ما استفادش، ومثلا كل مبادرة تخلص. احنا عاوزين برضو استكمالا شفافية يتم الإعلان ان في 80,000 مؤسسة واستفادت ب 100 مليار ب 20 مليار، وفاضل من الكتلة دي او الكوتة دي 80 مليار متاحة وهكذا. ده بيدي مصداقية ان فعلا ان احنا عرفنا مين اللي استفاد وفاضل قد ايه، ولسه الباب مفتوح ولا مقفول. النقطة اللي برضو اللي بعد كده احنا عاوزين نعرف اتجاه الحكومة، هل حضرتك الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة هيكون انتقال كلي بالكامل، ولا ممكن تكون الوزارة قيادتها بس في العاصمة الإدارية وارجع تاني امضي ورقة من شارع طلعت حرب وكده، وهل هتكون يعني اقسام ولا وزارات كاملة هتتنقل؟ ودي نقطة مهمة جدا عشان يبقى الغرض الاساسي اللي اتعمل منه النقل يكون يدي يحقق اهدافه، ما يبقاش مجرد نقل لمجرد ان احنا ايه عملنا مباني شيك هناك. ودي نقطة مهمة جدا محتاجين بقى على مستوى قطاع السياحة
نتمنى من وزارة التخطيط حضرتك دعم حكومي شوية في سرعة تحصيل مستحقات الشركات والفنادق. احنا في مئات الملايين الدولارات، وطبعا في زيرو انكم في قطاع السياحة زي ما حضرتك عارفة، وفي شركات اوريدي يعني خدت وقبضت وكل حاجة ولكن ممتنع عن السداد، فدي طبعا كل الطرق الودية بقت بالفشل. فطبعا الموضوع هيكون فيه تدخل اكيد بقى حكومي، ان احنا نضغط على حكومات الدول اللي فيها الشركات دي ان احنا نقدر ان احنا نزود الموضوع ده. ونتمنى ان، وطبعا عرفنا في اخبار جديده جات لنا من اتحاد الصناعات ان حضرتك بصفه شخصيه بناء على اجتماع مجلس الوزراء السابق اللي فات حضرتك طلبتي كل الشركات المتوقفه عن الانتاج، ودي حاجه جميله. واحنا بعتنا للشركه في اتحاد الصناعات بكل الملفات وايه متوقف ليه، ونتمنى ان فعلا ده انا اتبسطت اساسا لما جالي الميل ده، حسيت ان في دوله بتدور على الناس انت ايه مشاكلك وكده. ونتمنى ان دي الخطوات دي حضرتك نعرف اذا كان في مشكله معينه وازاي نقدر نحلها يعني. وانا طولت على حضرتك متشكرين جدا. شكرا جدا. نقطه حضرتك اخر نقطه، انا اسف برضه حضرتك طالما كنا بنتكلم على الاعلام نتكلم برضه حضرتك ان يدو يعني نتمنى ان الاعلام يبتدي حضرتك النظره السلبيه بتاع المراس الكبير عن رجال الاعمال والقطاع الخاص اكنهم حضرتك دول حضرتك يعني انا اسف حضرتك، لا لازم حضرتك يكون يبتدي بقى الناس تعرف المواطنين العاديين اللي بيفتح التلفزيون لا يبدا يعرف نظره ايجابيه عن رجل الاعمال ده ودوره ايه. لكن حضرتك القطاع الخاص هو حضرتك قطيرة التنمية شئنا. شكرا أستاذ ياسر متشكرة جدا. خليني أقول لحضرتك أبدأ بإعادة تأهيل موظفي الدولة، وخليني أقول حاجة يعني أنا قعدت كذا سنة أتعامل في هذا الملف، ويمكن كنت برضو بتعامل في وقت ما كنت في البنك المركزي فترة طويلة. الحقيقة من أصعب التغيير هو تغيير الإنسان. ليه؟ لأن دي منظومة بترتبط بحاجات كتيرة جدا، ترتبط بالتعليم، ترتبط بالتنشئة، ترتبط بالتربية، ترتبط بالسلوك. فتغيير سلوك الموظف عملية بتحتاج جهد كبير جدا، والحقيقة بذلنا فيها أقصى ما يمكن أن يبذل من بداية من إحنا عندنا عدد طبعا كبير جدا في موظفي الدولة. تم الاتفاق على ان احنا هننقي تنقية يعني دقيقة جدا لعدد من الموظفين، حطينا مجموعة من المعايير ووضعنا مجموعة من الاختبارات لكل الموظفين، فيها اختبارات نفسية وسلوكية ولغوية ولغة عربية وثقافية ومهنية وكل حاجة. وبعد ما اخترنا عملنا التقييمات دي بدأنا في اختيار الموظفين وعملنا برامج تدريب، وأنا بثق جدا في عملية رفع القدرات، ولكن أيضا زي ما أنا يعني بثق في رفع القدرات أنا بقول إن رفع القدرات لازم يتم أغلى شيء ممكن وأحسن شيء ممكن. فإحنا استثمرنا في البشر أغلى استثمار عندنا. إحنا عملنا برامج مع مينيسوتا يونيفرسيتي في أمريكا، عملنا برامج مع كينجز كوليدج مع ميزوري أنا أسف ستيت في أمريكا، عملنا برامج مع كينجز كوليدج في إنجلترا، عملنا برامج مع أفضل المؤسسات، عاملين مع الإناء في فرنسا تبع أكاديمية الوطنية للشباب، فعملنا برامج مع أفضل مؤسسات الدولة مع أفضل مؤسسات المحلية والدولية عشان نستثمر في برامج تدريب لتأهيل موظفي الدولة. أخذنا أحسن عناصر دربناهم أحسن تدريب، حاليا بيتدربوا على منظومة التحول الرقمي لان احنا هنروح سمارت سيتي، احنا مش هنروح بقى بالدفاتر والارشيفات والكلام ده، احنا هنروح تو سمارت سيتي، فلازم يخشوا على منظومة التحول الرقمي. This is on one side. الموظف ده بيتعامل مع منظومة، فانا لازم اغير له هيكل الحكومة، هيكل المؤسسة اللي هو بيشتغل فيها. فعملنا مجموعة من الوحدات الجديدة، الوحدات دي هي الكاتاليست فور تشينج. خلي بال حضرتك من حاجة، أنا سهل أغير أي قرار اقتصادي بجرة قلم وناس والأدابت عليه، ولكن عشان أغير سلوك مؤسسة وموظفين this takes time. أنا بكلم حاجة منتهى الأمانة والواقعية. فكان لازم أن احنا نغير منظومة المؤسسة، فعملنا مجموعة من الإدارات الجديدة بناس مختلفة. عملنا إدارة للموارد البشرية human resource بمانيول للhuman resource بتعمل performance appraisal، وغيرنا قانون عشان خاطر مش كل الناس تخش تاخد امتياز 99%، في ناس بتاخد 5% وناس تاخد 20%، البال كيرف
طبيعي and this is nature. وده كان culture داخل الجهاز الإداري مش موجود، ان انت ازاي تاخد تجيب يعني فار او تجيب متوسط. الناس كلها كانت تاخد 99% مش بس امتياز. ليه؟ لانه كان مرتبط بحوافز، هو ما بياخدش بقيت مرتبه غير لو خد الامتياز. فالكلام ده كله اتغير، عملنا ادارات جديده استراتيجيك ثينكينج، لانه عشان اعمل بيرفورمانس ابريزل الناس دي لازم تبقى بارت اوف استراتيجي. هو المؤسسه بتاعته دي بتشتغل على ايه، وعنده مايلستونز وعنده اهداف بيحققها، فكان لازم يبقى جزء من هذه المنظومه. عملنا انترنال اوديت، وانترنال اوديت دي تغيير شامل عن ادارات التفتيش اللي هو بيروح يتصيد له الاخطاء، لا ده رايح يساعده عشان ما يقعش في الخطا. فديس از انذر كلتشر، ذس از انذر مايند سيت. عشان تغير المايند سيت ده، انا مش معقول الاستاذ حسن اللي كان رايح يدور لحضرتك على الخطا ويوقعك في الخطا، لانه هو اتعلم كده الخمسين او الثلاثين او العشرين سنه اللي فاتوا، هو نفسه لما هدربه فوي في بعض الادارات I had to get fresh blood. ابتدينا نعين ناس من داخل الوزارات، ولكن young people ما اشتغلوش في التفتيش، هو ما عندوش المايند سيت ده. واحنا حتى واحنا بنمتحنهم بنعمل لهم اسسمنت للانترنال اوديت، انا قلت الناس اللي اشتغلوا في التفتيش ما ينفعش يبقوا هم اللي هيشتغلوا في الانترنال اوديت، لان ذا مايند سيت از ديفرنت. انا مايند سيت عايز اساعدك، وده مايند سيت عايز اوقعك في الغلط، دول ما ينفعوش يبقوا هم نفس الناس. ف وي هاد ديفرنت capacity building programs عشان أساعد الناس إن هم يشتغلوا، وده الحقيقة جهد كبير جدا وشغالين فيه بشكل مستمر. حتى في المحافظات بنعمل دلوقتي الفرونت لاينرز، بنعمل لهم حاجة اسمها موظف حكومي محترف، والموظف الحكومي المحترف ده اللي هو الفلانت اللي بيتعامل مع الجمهور بحيث إن هو ياخد customer service. فده بياخد it takes time. It's ما هوش مفتاح بقلبه هيتغير البني آدم، ده بني آدم هياخد شوية وقت، ولكن احنا مستمرين في برامج التدريب للعناصر اللي احنا اخترناها. الحاجة التانية ان احنا اطلقنا جائزة مصر للتميز الحكومي، ودي جائزة احنا عملناها مع الشركاء في الدولة في الامارات، وقلنا ان احنا there is no need to reinvent the wheel. الناس دي بقالها 30 سنة بتعمل الجائزة، بيعملوها مع international organizations، ف let's take it أبايد، اشتغل معاهم ودربنا على الجائزة وأطلقناها. والحقيقة شفنا عناصر متميزة جدا داخل الجهاز الإداري الدولة، ودي هدفها تحفيز. أنا مش بقول إن أنا عندي الناس كلها وحشة، لا عندنا ناس كويسة قوي. الوحش والفاسد يمكن الفترة اللي فاتت كان الإعلام زي ما حاجة بتقول كده إن رجل الأعمال في نظرة سلبية، لو كان أيضا نظرة الموظف الحكومي نظرة سلبية. وطول ما أنا ببص للموظف الحكومي نظرة سلبية هو مش هيشتغل كويس. ليه؟ ما خلاص بقى، ما أنتوا بتقولوا عليا فاسد وبتقولوا عليا بيروقراطي وبتقولوا عليا بعطل الناس. لا، أنا كان لازم تموتيفيت الناس دي وديهم نظرة التفاؤل وبين قصص النجاح عشان أقول إنه فعلا في ناس كويسة. والحقيقة الناس اللي مش كويسة أقلية، الغالبية ناس كويسة. والحقيقة إن أنا ظلمت الناس دي لأن أنا مدربتهمش structure training، ما عملتهمش structure capacity building، فأنا بظلمهم. لما أجي أقول له هو مش عارف هو دوره إيه في المؤسسة، لما أنا النهاردة I don't link him بالstrategic objective، طب هو أنا دوره إيه؟ أنا أصلاً جاي بتقول لي خد اشتغل الموضوع ده، طب أنا إيه value added اللي أنا بعمله؟ ما عنديش value added. فكان لازم أغير المنظومة كلها عشان يبقى هو حاسس إن هو part of الobjective بتاع المؤسسة، ان هو عنده جول بيحققه وبعدين اقدر احاسبه. انا اقدرش احاسب واحد انا معلمتوش، فبنعلم الناس كويس قوي وبعد كده بنحاسبه. الحاجة التانية انه الانتقال للعاصمة، لا الانتقال للعاصمة هيبقى كل مؤسسات الدولة بالهيئات الرئيسية. it is not only leaders في المؤسسات، هينتقل الحكومة هتنتقل الى العاصمة الادارية، الا الحاجات اللي بتتعامل بشكل مباشر مع الجمهور اللي بتقدم خدمات، يعني المخابز الحاجات دي هتفضل موجودة، ولكن بقيت الحكومة المركزية كلها هتتنقل للعاصمة الإدارية. طبعا أنا هطلب عدد المستفيدين، you have a point، وهنطلبهم من المجموعة الاقتصادية، هكتب كل الطلبات اللي حضرتك طلبتوها هقدم بيها طلب.
إن الحقيقة الطلب الشركات توقفت على الإنتاج، يعني إحنا في لقاء مع السيد الرئيس هو أكد على كده وقال لي طالما أنتوا بنساعد أعملي حصر بصفتي يعني رئيس المجلس القومي للأجور وبتعامل مع كل الاتحادات، فطلبنا ديتا دقيقة عشان إحنا بنحط النهاردة السياسات وإحنا بنحط الإجراءات يبقى عندي حصر دقيق ونقدر نعمل أبديت للشركات. شكرا معاذير، شكرا. والله يا فندم احنا متشكرين، شكرا استاذ ياسر، سياده الوزير احنا متشكرين جدا جدا جدا. يعني الاسئله لوحدها كم الثراء في الاجابات بتاعتها يضاهي برزنتيشن تانية. حضرتك عملتي 2 أو 3 برزنتيشنز النهارده مش واحده او 2 بس. بنشكر حضرتك، الوقت جاء، انا عارف ان الوقت جاء بتاع ساعتك، وانا عارف ان عندك لقاء تاني. انا عندي لسه اسئله تانية، بعتذر لهم والله شديد الاعتذار من كل قلبي، بعتذر لهم وبتقدم لحضرتك بخالص الشكر، متشكرين جدا. وانا عارف ان احنا تجاوزنا الوقت، انا عارف ان كنت عايز تخلصي قبل دلوقتي، لكن متشكرين جدا جدا يا فندم. لا انا بشكر حضرتك وبشكر كل الزملاء في الجمعيه وبشكر علي بيه، بعتذر لكل اللي انا ما قدرتش اجاوب على اسئلتهم، بس يعني اطمع ان حضرتك تبعت لي لو في اي مقترحات او في اي حاجات، انا احب جدا ان احنا نسمع المقترحات. وزي ما قلت لحضرتك انا بعرض دايما المقترحات على المجموعه الاقتصاديه، واحب ان احنا يعني نشوف حتى لو مقترحات تفصيليه باكشن بلان، وان شاء الله يبقى في تواصل بشكل مستمر. شكرا لحضرتك. شكرا يا دكتورة هالة على الوقت بتاعك، ومتشكرين جدا على المعلومات اللي فيه. وانا الحقيقة مقدر تماما وقت سيادتك، وما كنتش احب اكون مطرح الدكتور عمرو كمودريتور، ان انا هحيل على كل ما خلقهم يسألوا، انما هنبعت اسئلة بالاسماء اللي هم، وسيادتك أرجوك تجاوبيهم بيرسو. عناية حاضر. علشان ما تقولوش إن هم ما سألوش. شكرا يا فندم. تحت أمر. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. ألف سلام يا فندم. شكرا. مع السلامة. مع السلامة.